السلام عليكم كيف كل اليوم ان الله شروق من لبنان ما بعرف اذا حفظتوا وجهي اللي ما تبعني تبعني خلينا نبدا بحلقه جديده كل مشكله وإلى حل واليوم رح اطرح بعض المشاكل اللي ممكن تصادفنا بالحياه اليوميه وكيف بنقدر نعالجها بصراحة شو بنعمل اذا كنا ضاهرين بالحقلة بالحديقة مع اهلنا او اصحابنا وتعرضنا تعرضنا لقرصة بعوضة كل اللي علينا نعمله هو وضع مزيل العرق على هيدي العقصة وهل حيخفف الألم أكيد بنتمنى لكم كل الخير وما يصيبكم أي مكروه إذا كنا ظاهرين على الحديقة مع أهلنا أو أصحابنا وتعرضنا لها لقرصة بعوضة كل اللي علينا نعمله وضع مزيل العرق على الإصابة وبالتالي رح يخفف الألم طبعا بنتمنى لكم كل, كل الخير وما يصيبكم أي مكروه شو بنعمل إذا فاتت حشرة على حنجرتنا فكل اللي علينا نعمله هو الحك الاذن حق الاذن مظبوط كرمان تظهر هيدي الحشرة من الحنجرة تاعتنا تشعر بالنعاس عليك ان تعمل كل اللي علينا نسويه خلال دوام العمل اذا حسينا بالنعاس نحبس انفاسنا لاطول فترة ممكنة بهيدا الشكل هيدا اذا بتعاني من الصداع ووجع الراس كل اللي علينا نعمله وضع اليد في الماء المثلج اللي بقلبه في تلج وتستريح قليلا تسترخي او هيك يعني ترخي جسمك شوي ما بتقدر توقف ضحك وان شاء الله عطول يا رب بتضايقوا عم تضحكوا ولكن مرات بنكون بمواقف محرجة ما عم نقدر نوقف ولا نتوقف عن الضحك كل اللي علينا نعمله هو نقرص جسمنا و بيمشي الحال